عندنا اتصال. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الاسم بالخير؟ ماجد احمد البصره. نعم، ماجد احمد البصره. نعم يا ماجد. ماجد انت من وين؟ البصره. من البصره. طيب اسمعك يا ماجد. يعني الست العشوائيه اللي هي بالعراق تقدر ب 3 ملايين على الساكنين. اكثر 4 ملايين واكثر. اي نعم 4 ملايين. الحلول شنو؟ الحلول كلها الموجوده هي عباره عن حلول ترفيهيه. يعني هسه احنا البصره بناوها سكنيه اسعارها من 250 مليون الى 300 مليون، قد توصل الى 600 مليون. يعني اسالك بالله، اكو موظف يقدر يشتري بيت 250 مليون؟ مستحيل. هم اللي يشتروها اللي هم اصلا عندهم بيوتهم متمكنين ماديا. اصلا هم هذا سعرها سعر بيت. اصلا هي هذه الطريقه تعطى الاستثمار بهذه الطريقه، هي المواطن جاي يظلم مرتين. المره الاولى انه هو خذوا القطعه الاراضي اللي المفروض يعطوها للمواطن، يعطوها بتسهيلات المستثمر، المستثمر يبيعها باسعار خياليه، يعني انظلم المواطن مرتين. صحيح. مو صحيح؟ صحيح. يعني تستاخذ قطعه ارض ومكانها زينه تعطيها الشركات الاستثمار، شركات تبنيها تبيعها 250 مليون. ما ممكن اي موظف مهما كان راسه، يعني لازم راس موظف من 5 يوفر الى 6 ملايين. يحتاج لعمر على عمره حتى يقدر يشتريها. اي طبعا، لذلك هي هاي اصلا حتى تعتبر فساد وخرق حقوق المواطن. يعني صحيح، توقف الاستثمار. تشوبها الكثير من الشوائب. شكرا لك يا